فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة أن لا يكون كاشفا، يعني ما فيش حتة من عورتها جسمها تبان. لكن قد يكون اللباس أو الجلباب غير كاشف إلا أنه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها، مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف إيه، وهو برضه طويل، يعني بيسموه مكس برضه، مش كده بيسموه مكس ولا إيه؟ يبقى طويله كويس قوي، نقول له هو إيه؟ هو غير كاشف إلا أنه واصف. والواصف عادة في الحتة دي يبقى ثلاث حتت، السدر والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، انما مبين شكل هذه المتاهب يبقى ايه؟ غير كاشف الا انه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الراس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي ايه؟ دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على ايه؟ اي بقى نقول اللباس الشرعي في المرأة أن لا يكون إيه؟ كاشفا، ولا أن لا يكون واصفا. بقي شيء آخر وهو أن لا يكون ملفتا